تستعد باريس للاحتفال بالعام الجديد، وتم الإعلان عن تدابير أمنية لاستقبال هذه الاحتفالات. وأعلنت شرطة باريس أنها ستعزز نظامها الأمني ليلة 31 من ديسمبر. وإجمالا تم نشر 5400 شرطي في العاصمة وضواحيها الداخلية، كما سيتم حشد نظام معزز يضم موظفين مدنيين في وسائل النقل العام والطرق العامة. تنضم إلينا من باريس مريم صارع مراسلة الغد. ماريا، كل عام وأنت بخير، يعني ماذا عن الأجواء لديك والإجراءات الأمنية المتبعة والتي تم الإعلان عنها؟ نعم، كل عام وأنتم بخير سينار. بالفعل يعني شرطة باريس وأيضا عموم البلاد بشكل عام كانوا قد أصدروا قرار بنشر 4000 و 5400 شرطي في باريس من أجل تأمين الاحتفالات التقليدية في جادة الشانزليزيه. طبعا سينار، فرنسا لم يكن فيها احتفالات خلال العامين الماضيين بسبب الإجراءات الاحترازية وبسبب أيضا انتشار أوميكرون وكورونا وتداعيات الإغلاق، ولكن يبدو بأن هذا العام مختلف نوعا ما، رغم أن نسبة الشرطة التي ستنتشر سينار هي أقل من الأعوام الماضية في السنوات الماضية وتحديدا العام الماضي، رغم أنه لم يكن هناك احتفالات رسمية في المناطق التقليدية في باريس وعموم البلاد، إلا أن وزارة الداخلية كانت قد نشرت حوالي 95,000 شرطي في فرنسا من أجل ضمان عدم وجود أي احتفالات أو تجمعات خاصة العام الماضي. هذا العام سيكون هناك نشر لحوالي 90,000 شرطي من يعني في عموم فرنسا، وحوالي 5400 شرطي فقط في جادة الشانزليزيه. وأيضا سينار، سيكون هناك منع لبيع المشروبات الكحولية في تلك المنطقة لضمان الأمن، وحتى لا يكون هناك بعد نهاية الاحتفالات أي مشاكل خاصة في وسائل النقل العام. بالعادة دائما سينار يكون هناك مشاكل كبيرة، سيكون هناك أيضا نشر للشرطة المدنية في وسائل النقل العام لضمان سلامة أن تسير الأمور على ما يرام. طبعا سينار، هذه الاحتفالية السنوية تستقطب عدد كبير من السياح، هناك معلومات ترجح بأن يكون هناك حوالي 500,000 من الفرنسيين، وأيضا يعني يتضمنهم أيضا سياح في جادة الشانزليزيه من أجل استقبال العام الجديد والاحتفالات أيضا السنوية بعد أن توقفت لمدة عامين بسبب كورونا، وبالتالي الاحترازات الأمنية كبيرة سينار، خاصة وأن الوضع الأمني لا يزال حساس بعد إطلاق النار الأخير في الدائرة العاشرة الذي تسبب في مقتل 3 أكراد، وبالتالي الأوضاع حساسة أمنيا سينار، والانتشار الأمني سيكون من أجل ضمان أن تسير هذه الاحتفالات على ما يرام هذا العام.